Preview. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم البنات فيديو جديد ان شاء الله. اليوم الفيديو غيكون شويه مختلف، يعني اي وصفه كنبغي نشاركها معكم ضروري كيكون شي حد مقرب ليا بزاف انا نجربها يعني وعطاتو نتيجه زوينه، ولا كنكون انا جربتها بطبيعه الحال. يعني كنعطيكم شي حاجه اللي كتكون يعني مجربه 100%. البنات لهاد الوصفه ان شاء الله، يعني بعدا قبل ما نبداو في الوصفه، بالنسبه للالم ديال الركبه البنات غالبا كيكون عند النساء اللي كيكونوا اكثر من ربع، يعني اكثر من 40 سنه كيبدا داك الالم. وللاسف كاينين حتى البنات اللي باقيين صغار ما وصلوش حتى 40 سنه كيكون عندهم هذا المشكل. وكي قلت لكم البنات هذا المشكل يقدر يجي مثلا من البرد، يقدر يجي من بزاف ديال الحوايج. مهم هذا علاش هاد الوصفه بغيت نشاركها معكم، كتحيد تماما الالم ديال الرجلين، ما كيبقاوش ديال الركابي، وعندها مفعول زوين. كنتمنى انكم تجربوها وتتبعوا الوصفه كما هي، يعني ما تنقصوا منها حتى شي حاوله شي زلافه صغيره، مهم كبيره ولا اللي بغيتو. اول حاجه عندي البنات، عندي هنايا الحلبه مدقوقه. البنات الحلبه مدقوقه ومدقوقه مزيان، ضروري من هاد يعني ضروري انكم تدقوها مزيان. وغنزيد المعلقه الثانيه، وغنزيد البنات المعلقه الثانيه ديال الحلبه بحال هكا. كي قلت لكم البنات هنايا درنا جوج معالق ديال الحلبه. التصوير بحال قبيله ما بانش مزيان، ما بانش الحلبه، خصني ضروري نوريكم الحلبه كيفاش البنات جات منيله وجات بحال هكا. كنتمنى تكون باينه، شفت البنات؟ عندي لكم بيدي باش تشوفوا، ضروري خصها تجيكم بحال هكا. شوفوا البنات كيفاش جات، يعني ضروري خصها تجيكم بحال هكا، غتطحن مزيان. من بعد البنات عندي هنايا الحاجه الثانيه اللي نحتاجو هي الكافور البلدي، والريحه ديالو كتشبه الفليو اللي شميتوه، الريحه ديالو بحال فليو. وغادي نحتاجو كذلك زيت الخروع، وضروري البنات خدوا شي زيت الخروع اللي تكون مزيانه، يعني تكون طبيعيه، تشريو من سواء من الفرماسيان ولا مشي بلاصه اللي غتعرفوا بالله زعما طبيعيه 100%. وغنحتاجوا كذلك زيت لوسيور البنات العادي اللي كنطيبوا به في الدار العادي. غنحلوا هذا الكافوره البنات، شوفوا كي داير، ريحه البنات كي قلت لكم بحال فليو. انا كيف كنقطع البنات بالموت غير بحال هكا، نتوما كتشوفوا دغيا كيتفرتت، غتبقى على الطريقه. انا بغيت نوريكم كيفاش بحالها، نتوما دغيا كيتفرتت، ما يعني ما تبقاش معاه مشكل ولا تبقاو تقطعوا بحال هكا شويه الخاطر البنات حتى تكملوا. المهم انا غندخل غنطولش عليكم الفيديو، غنقطعوا كامل بهذه الطريقه اللي قطعت بها هذا، ومن بعد نتلاقاو. الحلبة بحال هكا، نضيف معلقه ثانيه، وغادي نخلط مزيان.
حتى كيندمجوا هاد العناصر كاملين مزيان. نديرو بحال هكا البنات، نبقاو نحركو مزيان. حنايا كنديرو بحال هكا بالمعلقة، قلت لكم البنات ضروري يعني بقيت كنحرك بحال هكا بالمعلقة مزيان 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 حتى كيندمجوا هاد العناصر مزيان مع بعضياتهم. من هاد العملية ضرورية البنات، هاد العملية ضرورية حتى كنحصلوا على هاد الشيء بهذا الشكل هكا، يعني مندمج مزيان. دابا دوزو غنديروا زيت الخروع، غنزيد البنات زيت الخروع كاملة. زدت القرعه كامله، دابا غادي نخلط مزيان هادشي حتى كيندمج. كيفاش جا ناخذ البنات شي بواطه ديال الدجاج اللي تكون بحال هكا، اللي تكون نقيه، هي اللي غادي ندير فيها دابا هذا الخليط اللي وجدناه. نديرو في هذا المهم البنات، درناه في قرعة ديال الدجاج بحال هكا. شي حاجه بجورنال ولا بشي منديل ولا شي حاجه، نخليو البنات مده ديال 7 ايام عاد من بعد غنجبدو غنبداو نستعملوه. ومن بعد غنجبدو وغنبقاو ندهنو كل ليله الرجل اللي كدرنا ولا رجلينا بجوج، وغنديرو واحد بتي ماساج هكا غير خفيف غير على ما كتدخل لنا ديك الزيت في رجلينا صافي. ومن بعد صافي كنعسو. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه. اكيد اكيد البنات الا جربتوها غادي تشوفوا النتيجه ديالها رائعه ومبهره. الا قلت لكم مبهره ما زدتش فيه بصح زوينه البنات، يعني ديروها الامهات ديالكم اللي كيضرهم رجليهم ولا شي واحد يعني. وما تنساوش البنات بارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي عزاز عليكم باش تعمل الفائده بطبيعه الحال. نتلاقاو باذن الله في الفيديو القادم. السلام عليكم.